بيسأل واحد عن قول الرب على هذه الصخرة ابن كنيستي، هل المقصود بالصخرة بطرس الرسول؟ طبعا لا، المقصود على صخرة الإيمان اللي قاله بطرس لما قالوا أنتم ماذا تقولون، قالوا له، قال له بطرس أنت هو المسيح ابن الله. على هذا الإيمان، على صخرة الإيمان دي يبني كنيسة. مش معقول الكنيسة تبنى على شخص، وخصوصا الإصحاح ده وقال على هذه الصخرة أبني كنيستي، والتطويب بطرس في متى 16 في نفس الإصحاح بعدها بكم آية قال لبطرس اذهب عني يا شيطان أنت معصرة لي. مش معقول يبني كنيسته على الحكاية دي.